مساء الخير على جمهور نادينا الملكي، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجنا ملوك الصالات، البرنامج اللي بنتابع فيه اخبار العاب البطولات والانجازات، الالعاب اللي ليها رصيد كبير من البطولات والالقاب مش بس على المستوى المحلي لا كمان على المستوى الافريقي والدولي. ولكن في بدايه حلقتنا خلينا نشوف هيكون معانا ايه النهارده. غدا طائرة الزمالك تواجه سموحة في ثاني مباريات ربع نهائي الدوري. اتحاد الكرة الطائرة يعلن عن مدرب المنتخب الجديد أول إبريل. سلة الزمالك تسعى لتصحيح المسار أمام الاتصالات في ربع نهائي دوري السوبر. تدريب بدني مكثف لفريق إياد الزمالك استعدادا للدورة المجمعة السنية. 24 ساعة راحة إضافية للاعبين الدوليين من تدريبات الكوماندوز. أبطال الزمالك يحصدون 3 ميداليات في بطولة الجمهورية لألعاب القوى. نادال يضرب موعدا مع تايلور فريتز في نهائي انديان ويلز للتنس. ومن التقارير، يد الزمالك جاهزة لحسم لقب الدوري. أما عن بطل قصتنا فهو كابتن عماد نصر، أسطورة زملكاوية في كرة الطائرة. أما عن ضيفي اللي هيشرفني ونورني النهاردة، كابتن عادل محمد علي نجم الزمالك السابق للكرة الطائرة. قبل ما نروح لتفاصيل حلقتنا النهارده، في حاجه يعني انا لما اتكلمت مع حضراتكم امبارح عن فريق السله والهزيمه اللي كانت يعني غير متوقعه ومش حلوه، وبتمنى ان يكون في تصحيح للمسار في المباريات المقبله طبعا مع فريق المصريه للاتصالات. ولكن كان الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه اصلا امبارح هو فكره عدد البطولات اللي حصل عليها نادي الزمالك في كأس مصر لكرة السلة، وانه حصل بعض كده اللغط وبعض المشاكل على السوشيال ميديا. طبعا يعني للأسف الصفحة الرسمية لاتحاد السلة اللي ما بننكرش دوره العظيم في تطوير المسابقة وقد ايه المسابقة بقى فيها تنافسية غير طبيعية، وانه قد ايه المسابقة بقتش محصورة بين فرقتين ثلاثة، لا الموضوع بقى بجد فيه 8 فرق كلهم بيضربوا في بعض كده بلغة الرياضة، يعني كلهم ممكن يكسبوا بعض، كلهم بيقدروا يعملوا مفاجآت، وده اكيد من نظام الدوري المحترم اللي اتحاد السلة حطه. ولكن الصفحة اللي بتمثل الاتحاد المصري لكرة السلة ما ينفعش يكون فيها حاجة زي كده. يعني البعض عايز يشطب بطولات من تاريخ كرة السلة بنادي الزمالك. كلنا طبعا شفنا ان في بعض الناس عايز يشطب بطولتين مش بطولة، بطولتين من تاريخ فريق السلة بنادي الزمالك في كأس مصر. يعني بدل ما الزمالك عنده رصيد من البطولات في كأس مصر 13 بطولة، بقدرة قادر كده لقينهم 11. طب ازاي؟ ازاي ده يحصل؟ طيب ايه البطولتين اللي اتمسحوا؟ اتمسح بطولة كاس 1975 رغم ان الزمالك فاز فيه على نادي الجزيرة في النهائي، والجرائد طبعا موثقة بشكل كبير جدا زي ما هيظهر قدام حضراتكم على الشاشة. كمان كاس 1981 اللي زي ما شايفين معانا على الشاشة، كاس 1981 اللي برضو اتمسح بجرة قلم، ما بقتش بجرة قلم بقى بضغطة على الكيبورد. طيب رغم ان الزمالك فاز في 81 على نادي الاتحاد في النهائي، وبرضو الجرايد موثقة زي ما حضراتكم شايفين معانا. الكل عارف تاريخ نادي الزمالك. احنا كمان يا جماعة بقينا في عصر دلوقتي، يعني ده زمان شايف زمان، واللي هو الامكانيات ما اتطورتش بالشكل اللي احنا بنعيشه دلوقتي، وما كانش فيه بقى السوشيال ميديا اللي بنحكي عنها دلوقتي وانها قد ايه بتوثق كل حاجه، وان عندنا ناس يعني مهتمين بالتواريخ وان هم طول الوقت يبقوا بيذاكروا تاريخ نادي الزمالك وبيعملوا ارشيفات. عندنا في كره القدم بنشوف ناس بتعمل كده، وفي الالعاب الاخرى عندنا ناس كتير بتعمل كده.
فالموضوع ما بقاش ينفع بقى، احنا مش عايشين في الجاهليه يعني، احنا بنهزرش مع بعض، فما ينفعش الكلام ده. نادي الزمالك والبطولات اللي حققها سواء في البطولات المحليه او القاريه، ده غير المشاركات العالميه، يمكن هو النادي الوحيد اللي لعب في بطوله اوروبا مثلا لكره السله، كان هو الفريق المصري الوحيد اللي لعب في كاس العالم للانديه. فريق سله الزمالك كبير ببطولاته وانجازاته، اللي بيشطب او بيحاول يمسح بطوله من التاريخ، انا برضو مش عايزه اكون هنا مكاني بيهاجم الاتحاد، لان انا مستنيه بيان توضيحي من الاتحاد يطلع يقول ان دي كانت غلط او ان دي كانت مشكله من واحد من السوشيال ميديا، واللي مش اول مره يغلط، دي تاني غلطه دي. فايه بقى، هو يمكن عنده غلطات تانية، بس يمكن اللي علمه مع الناس كتير قوي اخر غلطتين عمله، اللي هو منهم طبعا شطب البطولتين. فانا مستنيه بيان من الاتحاد، لان لو الاتحاد النهارده طلع بيان قال انه معلش بنعتذر عن الخطا ده، والزمالك عنده 13 بطوله، خلاص الموضوع خلص. ولكن احنا النهارده بكره امبارح كنا مستنيين بيان من الاتحاد المصري لكره السله، ولكن خلينا ندي الناس فرصه يعني، يعني بلاش نبقى لا انا معاكم لحد بكره ان شاء الله. حلقات الاسبوع بتاعتنا بتخلص بكره، وحتى لو حلقات الاسبوع بتاعتي خلصت، عندي زمايلي في البرنامج الصباحي وزمايلي في البرنامج الرئيسي بالليل، اي حد هيطلع بيان هنعرضه على الشاشه في قناه الزمالك، وهنقول اهو يا جماعه الاتحاد المصري لكره السله كذب كل اللي حصل، او اعتذر عن الخطأ اللي حصل من واحد من السوشيال ميديا في الاتحاد. لانه النهارده ما ينفعش يبقى في ناس تعبت واجتهدت بعرقها، موتت نفسها جوه الملعب علشان الكيان طبعا، وعلشان انهم يحققوا بطوله بتتكتب لهم في السي في بتاعهم، غير انها بتتكتب في سجلات نادي الزمالك. ما ينفعش ان الناس دي باصرارهم وعزيمتهم وتعبهم، والامكانيات زمان كانت بسيطه قوي، يعني دلوقتي في عقود وفي الامكانيات مختلفه، على يعني الامكانيات سواء في العقود او المرتبات او حتى السوشيال ميديا او حتى الجرائد، كل حاجه اختلفت تماما عن زمان. ولكن مش معنى ان الحاجه اختلفت عن زمان يبقى احنا زمان ما كناش عارفين، او البطولات ما كانتش موثقه، لا دي موثقه بالجرايد وبالسجلات وكل حاجه. فما ينفعش النهارده ان انت تيجي بكل بساطه دلوقتي بلمسه على الكيبورد تمسح تاريخ كتبه عظماء واساطير افنوا حياتهم للعبه، وافنوا حياتهم في حب فريقهم، وافنوا حياتهم داخل نادي الزمالك. عايز تفرح فريقك؟ مفيش مشكله. حقك. ما اقدرش اتكلم فيه. بس مش على حساب فرق تاني، مش على حساب نادي تاني. وانا النهارده اصلا انا ما بتكلمش، ما ينفعش برضه اقول له عايز تفرح فريقك، لان انا ما بتكلمش مثلا عن نادي هو اللي عمل كده على السوشيال ميديا، لا ده انت الاتحاد اللي بتدير اللعبه، بتدير كل الانديه، فما ينفعش اصلا تبقى بتنتمي النادي. هو ما ينفعش، انتوا المفروض انتوا اللي بتحكموا اللعبة في مصر، المفروض ان انتوا اللي بتتعاملوا بمعيار ثابت مع كل الاندية، انتوا ميزان العدل بالنسبة لكل الاندية. فهو مش طبيعي اصلا انك تبقى بتنتمي النادي يعني. فانا لا، انا ما ينفعش ان انت تقول ان انا اصلي بجامل ده على حساب، لا ما ينفعش. كل الفرق عندك، وانا بعتبر ان انتوا اتحاد ناجح جدا جدا، وبعتبر ان انتوا اتحاد عظيم ومحترم وقادر ان هو يغير في اللعبه بشكل كبير جدا، وتعملوا مجهودات كتيره جدا عشان ترتقوا باللعبه، مش على المستوى المحلي بس، لا كمان على المستوى الافريقي والدولي واولمبيات، وبنتكلم بقى في حته تانيه خالص. فلما تبدا من هنا لازم يبقى عندك معيار ثابت للكل. ما ينفعش، ما ينفعش النهارده الزمالك يبقى عنده 13 بطوله في كاس مصر وانت النهارده مخليهم 11. بس انا هعتبر انها غلطه من واحد على السوشيال ميديا، بس هو تاني مره يغلط، هو ايه بقى يعني؟ مش الغلطات كترت ولا ايه؟ ولا هيفضل مكمل معانا كده كتير؟ وليه الغلطات مع نادي الزمالك بس؟ ما بحبش نظام انه ان احنا نظريه المؤامره، لان انا قلت بدل المره 1000 احنا نادي الزمالك، احنا نادي كبير قوي، نادي عظيم جدا جدا جدا، احنا ما ينفعش اصلا نبقى بنعاني او بنتكلم ان احنا بنتعرض لنظريه المؤامره. انا ما بقبلش ده، لان نادي الزمالك كبير، محدش يقدر يعمل على نادي الزمالك مؤامره، محدش يقدر ولا يجرؤ يعمل على نادي الزمالك مؤامره. ولكن عندك حد غلط على السوشيال ميديا، يا ريت يكون فيه حساب كويس قوي للشخص ده، ويا ريت تنزل بيان يكون فيه توضيح
مش هنقول اعتذار، نمشيها توضيح، توضيح للي حصل من الراجل اللي على السوشيال ميديا وغلط الغلطه دي، نوضح الدنيا فيها ايه وايه اللي حصل علشان جماهير الزمالك كبيره، نادي الزمالك كبير، وما ينفعش ان غلطات زي دي تحصل مع الانديه الكبيره، ما ينفعش ان الغلطات دي تحصل مع نادي احد اهم ناديين في مصر والشرق الاوسط وافريقيا. فبنتمنى ان شاء الله يكون في بيان توضيحي. اللي عايزه اقوله ان التاريخ كمان عمره ما هيتغير مهما حصل، لان ده واقع حصل بالفعل، احنا مش بنختلف على حاجه هي نسبيه انت شايفها صح وانا شايفها غلط، لا ده كله متوثق بالسجلات والجرايد المصريه زي ما عرضنا لحضراتكم اللي هي خير دليل بالتاكيد. كمان بطالب اتحاد كره السله المحترم انه لازم يكون ليه وقفه زي ما قلت لحضراتكم للمره الثانيه بعيد، انه يكون ليه وقفه مع الصفحه الرسميه للاتحاد لان عندهم مشاكل كبيره، ويطلع بيان رسمي من سجلاته بالبطولات اللي كل فريق خدها، علشان دي حقوق اجيال يا جماعه وتاريخ لازم نحافظ عليه. النهارده ومع التطور التكنولوجي الرهيب صعب ان اي حاجه تضيع، مش هنقول بقى سجل ضاع، لا اتحرق، كلام ما ينفعش يتقال في العصر ده، احنا عدينا، احنا هو منتهى البساطه جبنا لكم المانشات بتاع 75 والمانشات بتاع 81، منتهى البساطه يعني، الاعداد عندنا مشكور، الناس بيتكلموا معانا بالجرايد اهو، بالسجلات. النهارده ما هو لا يمكن يعني جريده كبيره ومحترمه هتنزل تقول ان الزمالك كسب كاس مصر وده كان خيال علمي مثلا، لا يمكن يعني، ده بيبقى هو كسبان مثلا امبارح بالليل فالصبح بتلاقي اول مانشات ان الزمالك كسب كاس مصر في كره السله، فهو اكيد الناس دي مثلا احنا مش متفقين معاها او خالص خالص يعني، ده ده ده, ده على طول ده خبر نزل تاني يوم علشان ده حصل امبارح بالليل، فما فيهاش بقى. تاريخ الزمالك في جميع الالعاب كبير، ما اتعملش بسهوله، اتعمل بعرق وجهد اجيال. خلينا نشوف تاريخ فريق السله في نادي الزمالك ومنه الفاصل، وبعدين نرجع لتفاصيل اخبارنا، استنونا. بداية أخبارنا من عند الفريق الأول للكرة الطايرة بنادي الزمالك بقيادة كابتن أشرف رشاد، اللي عنده مباراة مهمة جدا مع سموحة في تاني مباريات دور ربع نهائي الدوري. الفريق بيلعب دلوقتي مع سموحة، طبعا هو اتأخر شوية في أنه يبدأ يعني أو خلاص هيبدأ، علشان المباراة اللي قبليها ما بين بتروجيت وطلائع الجيش استمرت لخمس أشواط، فيمكن ده أخر المباراة شوية. هنتابع طبعا مع حضراتكم خلال الحلقه نتيجه المباراه. الفريق كان دخل معسكر مغلق امبارح ويستمر لحين انتهاء مباريات ربع النهائي، سواء بعد ماتشين او ثلاث ماتشات. المباريات زي ما حضراتكم عارفين بتتلعب بنظام بيست اوف 3، والفريق اللي هيكسب ماتشين هيتاهل لنصف النهائي. زي ما عارفين طبعا فريقنا كان اتاهل لربع النهائي بعد ما انهى المرحله الترتيبيه في المركز الرابع، علشان كده بيلعب مع سموحه اللي انهى الدور او نفس الدور يعني في المركز الخامس. نروح للاتحاد المصري للكره الطايره برئاسه كابتن ياسر قمر، اللي قرب بشكل كبير جدا من الاعلان عن مدرب المنتخب الوطني الاول واللي هيتولى قياده الفراعنه طبعا في كاس العالم المقبل اللي هيتلعب في شهر يوليو اللي جاي. اتحاد الطايره بيحط خلاص الرتوش النهائيه حاليا في اتفاقه مع المدرب البرازيلي، باقي شويه تفاصيل كده صغيره هتنتهي خلال ايام وهيتم الاعلان عن المدرب والجهاز المعاون بحد اقصى يعني اول ابريل اللي جاي.
الاتحاد كان شكل لجنة فنية للمنتخبات الوطنية درست أكتر من سي في أو سيرة ذاتية خلال الفترة اللي فاتت لمدربين وأجهزة معاونة، وتم الاستقرار على المدرب البرازيلي، وبنسبة كبيرة تم الاستقرار كمان على الجهاز المعاون، ومش باقي غير بعض التفاصيل الصغيرة قبل الإعلان الرسمي وبداية فترة الإعداد لبطولة العالم. دي يمكن ابرز الاخبار للكره الطايره. زي ما قلت لحضراتكم هنتابع معاكم نتيجه مباراه الزمالك وسموحه خلال الحلقه، وكمان طبعا فكره انه تم الاستقرار على مدير فني برازيلي للمنتخب الوطني للكره الطايره، ده مهم جدا. احنا بعاد عن البطولات الافريقيه، مش هقول لك بقى العالميه ولا الاولمبياد، احنا بعاد عن البطولات الافريقيه بقى لنا حوالي اكتر من 6 سنين، 2015 تقريبا اخر بطوله افريقيه خدناها، فده ملف مهم جدا. يعني كان مهم جدا ان الاتحاد المصري للكره الطايره يحسمه ويخلصه ويكون على راس اولوياته، هم تقريبا يعني بينهوا الموضوع. خلينا دلوقتي نتعرف على اهم اخبار كره السله. الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك اتدرب النهاردة استعدادا للمباراة الثانية مع المصرية للاتصالات في ربع النهائي، واللي هيتلعب بكرة إن شاء الله في صالة النادي في ربع نهائي دوري سوبر السلة. الفريق اتدرب على فترة واحدة وكان في جدية في التدريبات، بتمنى يعني إن شاء الله، وكمان كان في جلسة بين الجهاز الفني واللاعبين لتصحيح الأخطاء اللي وقع الفريق فيها امبارح. الفريق طبعا كان خسر امبارح في المباراة الأولى أمام المصرية للاتصالات بنتيجة 80-67. يعني احنا اتكلمنا فيه كفاية في الموضوع ده امبارح، إن شاء الله الفريق يكون واقف واقفة مع نفسه هو والجهاز الفني، وقادرين إنهم بجد يتأهلوا للنصف النهائي في الدوري طبعا ويفرحونا، علشان بجد يعني اللي بيحصل كتير وكتير قوي، ومش عايزين نتكلم تاني، احنا بندعمكم واحنا في ظهركم وكل الكلام ده، لكن ساعات كده بنوصل لانه لمرحله ان احنا نبقى بنتكلم مع بعض بطريقه اصعب شويه عشان نفوق بعض، لان المرحله وصلت لشكل صعب قوي. ما ينفعش، مش انتوا الابطال اللي فرحتونا السنه اللي فاتت بدوري السوبر والبطوله الافريقيه لاول مره تحت رعايه الام بي اي، واللي شاركتوا في كاس العالم للانديه، انتفضوا لنفسكم بجد. يعني المباراة الثالثة طبعا هتبقى يوم 26، الرابعة يوم 28، والخامسة لو اضطرينا يعني اللجوء ليها هتكون يوم 21، يوم 31 بعتذر، من الشهر الجاري. أما عن الفريق الأول لكرة السلة سيدات، رجع النهاردة للتدريبات بعد الراحة السلبية اللي أخذها الفريق واللي استمرت حوالي أسبوعين. الفريق كان أخذ راحة سلبية من 5 مارس الجاري بعد ما أنهى ارتباطات الموسم، ورجع النهاردة الفريق عمل تدريبات يعني خفيفة، خصوصا وإن اللاعبين أو اللاعبات يعني راجعين من راحة كبيرة جدا. كل التوفيق لسيدات السلة في الفترة اللي جاية بإذن الله. يعني يمكن دي أهم الأخبار في كرة السلة. خلينا كمان نتعرف على أهم أخبار كرة اليد. بداية أخبارنا من عند الفريق الأول لكرة اليد بقيادة الإسباني أوليفر روي، اللي اتمرن النهاردة في الصالة المغطاة بالنادي استعدادا طبعا لمباريات الدورة المجمعة الثانية والأخيرة في مسابقة دوري المحترفين. تدريب النهاردة كان معظمه بدني، في يعني تدريبات بدنية مكثفة يعني، خاصة في ظل غياب اللعيبة الدولية. كمان الجهاز الفني اجتمع بلاعبيه طبعا باللعيبة قبل المران، طالبهم بالتركيز وإن الفريق قدامه 3 مباريات فقط في طريقه للتتويج باللقب إن شاء الله. الفريق يقدر يحقق الفوز بإذن الله في الماتشات الثلاثة، يحسم لقب الدوري ويحتفظ به في مكانه الطبيعي داخل قلعة البطولات للموسم الرابع على التوالي. خلينا نروح للتقرير ده عن الكوماندوز ونرجع نكمل أخبارنا. استنونا. ساعة الحسم، شعار يرفعه لاعبو كوماندوز اليد بالزمالك مع بداية المرحلة الأخيرة من عمر دور المحترفين للموسم الحالي 2021-2022 في مواجهات الدورة المجمعة الثانية والأخيرة التي تنطلق يوم 29 من مارس الجاري. الفريق الأول لكرة اليد بالزمالك أنهى الدورة المجمعة الأولى متصدراً لجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بعدما حقق الفوز في مواجهتين على الأهلي وطلائع الجيش وتعادل مع سبورتينج،
كوماندوز اليد بدأ الاستعدادات للدورة المجمعة الثانية والأخيرة من الدوري اليوم الأحد، رافعاً شعار لا بديل عن الفوز في جميع المباريات للاحتفاظ باللقب للموسم الرابع على التوالي. رفاق القائد أحمد الأحمر يخوضون مباريات الدورة المجمعة الثانية بعزيمة الأبطال وروح الفرسان الذين يعرفون دائماً الطريق إلى منصات التتويج. لما لا وهم تجار السعادة وصناع الفرحة في قلعة البطولات. وخلال الموسم الحالي من دور المحترفين لكرة اليد أثبت كوماندوز الزمالك أنهم أصحاب اليد العليا في الساحرة الصغيرة وعازمون على الاحتفاظ بدرع الدوري داخل جدران القلعة البيضاء بعدما حافظوا على سجلهم خالياً من الهزائم في 30 مباراة محققاً 27 انتصاراً وثلاث تعادلات. وتكتمل صفوف فريق اليد بانضمام اللاعبين الدوليين بعد المشاركة مع المنتخب الوطني في مواجهتي البرازيل الوديتين خلال توقف الأسبوع الدولي، ليبدأ الكوماندوز مرحلة الجد وسط حالة من التركيز والإصرار على معانقة اللقب والصعود لمنصة التتويج. ويستهل فريق يد الزمالك بقيادة الإسباني أوليفر روي المدير الفني مبارياته في الدورة المجمعة الثانية والتي تقام على صالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر بمواجهة طلائع الجيش يوم 29 من مارس، ثم يلتقي مع سبورتينج في اليوم التالي، ويختتم منافسات البطولة بلقاء القمة أمام الغريم التقليدي الأهلي يوم 31 من مارس. يبقى رجال الكوماندوز هم مصدر السعادة وصناع المجد في قلعة البطولات على مدار التاريخ، وأبطال من طراز فريد لا يعرفون سوى لغة الانتصارات بحثاً عن بطولة جديدة ولقب يضاف إلى سجلهم الذهبي محلياً وقارياً، فهم دائماً ملوك الصالات في قلعة البطولات. لسه مستمرين مع فريق كرة اليد. الجهاز الفني قرر منح اللعيبة الدوليين العشرة طبعا راحة إضافية لمدة 24 ساعة بعد المشاركة مع المنتخب في مواجهتين البرازيل وديا خلال الأسبوع الدولي واللي انتهى امبارح. اللعيبة الدوليين كان من المفروض ينضموا للتدريبات بكرة، لكن الجهاز الفني بقيادة أوليفر روي اداهم يوم تاني راحة، وان شاء الله هيرجعوا يوم الثلاث للمشاركة. قائمة المنتخب الوطني كان موجود فيها 10 لعيبة من الزمالك، هم أحمد الأحمر، كريم هنداوي، عمر الوكيل بقار، أحمد مؤمن صفا، حسن قداح، سيف الدرع، يحيى درع، أكرم يسري، وسام نوار، محمد طارق. خليني برضو أقول لحضراتكم أنه المفروض أنه كان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد قررت إقامة مباريات الدور قبل النهائي ونهائي بطولة كأس مصر زي ما حضراتكم شايفين معانا على الشاشة للرجال بالصالة المغطاة في نادي المقاولين العرب في القاهرة أيام 7 و8 إبريل المقبل بدلا من الصالة المغطاة بنادي القناة في إسماعيلية. فريق كرة اليد بنادي الزمالك طبعا هيلعب في نصف النهائي أمام البنك الأهلي يوم 7 إبريل المقبل. ده طبعا يعني مهم جدا فكرة أن المباراة اتنقلت لنادي المقاولين العرب بدلا من إقامتها في الإسماعيلية، أكيد ده هيبقى يعني أحسن للعيبة، أحسن من السفر والكلام ده كله. فتم نقل مباريات نصف نهائي ونهائي كأس مصر لكرة اليد في نادي المقاولين العرب بدلا من الإسماعيلية. كاميرا قناة الزمالك بقى كانت موجودة في معسكر منتخب اليد، خلينا نشوف التقرير ده ونرجع نكمل أخبارنا. يعني الحمد لله هي من مباراه من ضمن المباريات اللي معموله في خطه الاعداد لبطوله افريقيا وكاس العالم. ده كان الاسبوع الدولي الاولاني في السنه 2022، في اسبوع دولي تاني هيبقى من 11 ل 17 ابريل، المفروض معمول له خطه اعداد وبرنامج مباراه مع منتخب بولندا ومعسكر هناك. بعد كده هيبقى في اللونج تيرم بقى اللي هو هيبقى من شهر 5 بعد بطوله افريقيا للانديه اللي هيشارك فيها الزمالك والاهلي، هيبقى بقى معسكر طويل. بطوله افريقيا كانت 22/6 اتاجلت
بعت لنا ميل من 3 أيام ان البطولة هتبقى في شهر 7 عشان في تعارض بينها وبين دورة ألعاب البحر الأبيض. يعني إن شاء الله احنا ماشيين بخطة مش للأفريقيا بس، لا لغاية بطولة العالم اللي هي بولندا والسويد إن شاء الله في يناير، وكمان بلان معمولة لغاية إن شاء الله باريس 24. It was important for us to make trainings before the matches. We were training hard, so Sunday, Monday, Tuesday and Wednesday, and after we were trying to make 2 good matches. The idea was that the most of the players played, to change the players, to mix them, give opportunity to some of them. And I'm satisfied because at least so all of them they could play. And I think we made like a good performance for the moment of the preparation where we are. طبعا بالاداء، وكان الفكره كلها في الماتشات دي اللي احنا نلعب اكتر عدد من اللعيبه على قد ما نقدر في الماتشين. حضرنا كويس ال3 أيام الاولانيين قبل الماتشات، واتمرنا جامد تمارين جامده، والاداء كان كويس جدا في الماتشين بالنسبه له. قدر كان عنده فرصه ان هو يلعب اللعيبه كلها، والاداء ما هو مبسوط من الاداء. يعني I always speak about the team, not about the players. I'm happy with the performance in the team and how they were training. Sure that some players were a little bit better than another ones, but I repeat, the most important is the final performance of the whole team. هو طبعا بيقول لك اهم حاجه بالنسبه له الاداء الفريق كله جماعي على بعضه، مش لعيبه معينه او لعيبه محترفه او لعيبه محليه، لا هو الفكره كلها كاداء فريق، وهو مبسوط باداء الفريق الجماعي كله على بعضه في الاسبوع الدوري ده، كان مبسوط من اداء. يعني we'll try, we must to check the program and see what options we have. It's gonna be difficult to find matches to play because it's a bad moment of the season, so only African teams will be training in that period, so I think it's not gonna be easy to find opponents. المشكله طبعا هي بطوله افريقيا معموله في وقت، لو هي في شهر 7 فهو في وقت ما فيش منتخبات متاحه فيه، فبقى صعب جدا ان احنا نلاقي منتخبات نلعبها. هو طبعا بنحاول نشوف بندور لو في منتخبات افيلبل احنا نلعب معاها في الفتره دي، بس غير كده هنكون احنا بنحضر يعني البطوله باكثر شيء مستطاع. يعني the only thing I promised since I came here is like we will do our best, that we will fight until the end, and I think that in all the tournaments we played we have done, so that is our promise, that me as a coach and these players, so they will fight all the matches and we will do our best. And I think they will be proud of us in the way that we are going to play. زي ما بيقولوا دايما بيوعد الجمهور ان احنا هنأدي اقصى حاجه نقدر نعملها، هنحارب ونقاتل عشان نكسب كل ماتش ونأدي احسن اداء. ده الوعد اللي يقدر يوعده للجماهير يعني، وزي ما عملنا في كل البطولات اللي فاتت اللي هي اللعيبه كانت بتدي اقصى حاجه عندها واحنا كفريق كلنا على بعض. يعني ماتشين طبعا مهمين جدا في الوقت اللي احنا بنستعد فيه لبطوله افريقيا، خاصه ده اسبوع دولي، والحمد لله ان احنا عرفنا ان الاتحاد ان هو يرتب ماتشين كويسين مع فرقتين، مع فرقه كويسه جدا منتخب البرازيل، خاصه الاسبوع ده بيبقى فيه تصفيات اوروبا وبيبقى فيه تصفيات كاس عالم في الدول الاوروبيه، فكويس الحمد لله احنا عرفنا نجيب ماتشين زي دول مهمين عشان خاطر نرجع تاني نركز والحمد لله. حتى احنا كنا اخر فتره كنا في شهر 1 فمش من فتره بعيده مع بعض، فكويس الحمد لله ماتشين كويسين جدا استعداد لبطوله افريقيا، وان احنا نجمع الفرقه ونرجع تاني نبقى عارفين هدفنا الفتره الجايه. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني لكرة اليد، صناع السعادة وتجار السعادة، واللي دايما في كل المحافل القارية والعالمية والأولمبياد بيقدروا ان هم يشرفونا ويرفعوا اسم مصر عالي، ان ربنا يكرمهم بإذن الله في البطولة الإفريقية المقبلة. طيب خلينا نروح لأبطال نادي الزمالك في ألعاب القوى اللي حققوا 3 ميداليات في بطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت 20 سنة، واللي أقيمت في المركز الأولمبي بالمعادي في الفترة من 17 لحد 19 مارس الجاري. وتوج اللاعب زياد عمرو بالميدالية الذهبية في منافسات الوسب العالي. كمان حصدت اللاعبة آلاء أحمد عبده الميدالية الفضية في سباق 3000 متر موانع، وحققت اللاعبة آيات فتحي الميدالية البرونزية في سباق 3000 متر موانع أيضا. جهاز ألعاب القوة في نادي الزمالك بيقوده فنيا الدكتور حمدي عبد الرحيم، ويعاونه كل من هيثم عبد المجيد، محسن السياط، حمدي السعدني، أسامة الزمر مديرين إداريين، طبعا مع حفظ الألقاب للجميع. أما عن منتخب مصر للجمباز الفني اللي حقق مراكز متقدمة جدا في منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني اللي اختتمت منافساتها النهاردة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي،
واللي بتعد واحدة من سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وده اللي مصعب البطولة بالمناسبة. يعني صفوة الصفوة بيجوا يشتركوا في البطولة. لاعب منتخبنا أحمد المراغي حقق المركز الثامن في منافسات جهاز العولة بعد ما حصل على 12 درجة من لجنة التحكيم. كمان حقق عمر العربي المركز الثامن في منافسات جهاز حصان القفز بنفس بعد ما حقق 13 درجة و 66 درجة، وكمان المركز السادس في منافسات جهاز الحركات الأرضية بمجموع 13 نقطة فاصلة 566. وعلى مستوى السيدات حصلت زينة شرف لاعبة منتخب مصر للجمباز على المركز السابع في منافسات جهاز عرضة التوازن، ونجحت زينة شرف في الحصول كمان على 11 درجة فاصلة 266 من لجنة التحكيم. أما جانا عبد السلام فاحتلت المركز السادس في منافسات جهاز المتوازي بعد حصولها على 10 درجات فاصلة 866، واحتلت بطلة منتخب مصر نانسي طمان المركز الثامن في منافسات جهاز حصان القفز بعد ما حصلت على 12 درجة فاصلة 299. نروح للأولمبياد الخاص المصري، واللي انطلق النهاردة فعاليات ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص لفرع محافظة الفيوم باستاد الفيوم الرياضي. الأولمبياد الخاص المصري بيستعد بكل قوة للمشاركة في الألعاب العالمية الصيفية برلين 2023، وده من خلال إقامة الألعاب والمسابقات في كل أفرع المحافظات، وبعدها الألعاب الوطنية 2022 اللي هتشهد ترشيح القوام الأساسي والاحتياطي للبعثة المصرية اللي مقرر مشاركتها في الألعاب العالمية. نروح لفريق الهلال السعودي اللي حسم لقب الدوري السعودي لكرة السلة بالفوز على جاره فريق النصر في المباراة الفاصلة اللي اتلعبت على صالة وزارة الرياضة بالرياض النهاردة، وانتهت المباراة بنتيجة 78-70. فريق الهلال حقق لقب الدوري السعودي لكرة السلة للمرة السادسة في تاريخه وبعد غياب 27 سنة، بينما فشل النصر في الاحتفاظ باللقب اللي فاز به الموسم اللي فات للمرة الأولى في تاريخه. المباراة شهدت إثارة كبيرة جدا في اللحظات الأخيرة واللي تعرض فيها مدرب النصر للطرد بعد الاعتراض على الحكام. فريق النصر كان فاز على الهلال في الجولة الأخيرة من الدوري امبارح علشان يتساوى في عدد النقاط ويتم اللجوء لمباراة فاصلة لحسم اللقب. طيب خلينا نروح للنجم الإسباني رافائيل نادال المصنف الرابع عالميا، واللي تأهل لنهائي بطولة أنديان ويلز بعد الفوز على مواطنه الشاب كارلوس الكاراز في مباراة أقيمت وسط أجواء عاصفة، وحسم نادال خلال المباراة أول مباراة بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 6-4 6-4 6-3. المباراة استغرقت 3 ساعات و12 دقيقة. رافائيل نادال هيكون في مواجهة تايلور فريتز في النهائي، طبعا تايلور فريتز الأمريكي يعني في النهائي، اللي قدر انه يحقق الفوز على الروسي أندري روبليف بمجموعتين دون رد. النجم الإسباني سبق ليه التتويج بلقب البطولة دي 3 مرات أعوام 2007 2009 و2013، وبيسعى للفوز باللقب الرابع ليه في 2022 بعد التتويج ببطولات طبعا أستراليا المفتوحة وميلبورن وكمان بطولة المكسيك. نادال يعني دايما بيعمل عظمة، دايما بيعمل أرقام قياسية، دايما يعني مفيش حاجة اسمها سن. انت بتتكلم ان نادال تقريبا مواليد 86، يعني بتتكلم مثلا في حوالي 36 سنة، وما شاء الله يعني لسه عنده عطاء ولسه بيلعب بنفس الحماس والروح، يعني ربنا يحميه اللي كان بيلعب بيه من اول ما بدأنا نتابعه وهو تقريبا ايه يعني بتتكلم كان عنده 20 سنة 18 سنة حاجة كده. ودايما هتلاقي الناس متقسمين فريقين، يعني نادرا لما هتلاقي مثلا في فريق بيشجع جيكوفيتش، لكن هي دايما التنس على جنة اتقسم نصين ما بين نادال وفيدرر بالتأكيد، ولكن أنا من فريق نادال بصراحة، فكل التوفيق لي في كل ما هو يعني قادم بإذن الله.
بعد ما خلصت اخبارنا عايزه اقول كالعاده ان لكل قصه بطل ولكل بطل حكايه، وبطل قصتنا النهارده كابتن عماد نصر اسطوره الكره الطايره. نجوم الزمالك في كل الألعاب دايماً موجودين على مر السنين بتاريخهم الكبير اللي ساهموا بيه في رفع علم نادينا العظيم، وحققوا بطولات وإنجازات هتفضل محفورة في أذهان الجماهير. عماد نصر واحد من نجوم الجيل الذهبي للكرة الطايرة في نادي الزمالك، واللي حقق إنجازات كبيرة وهو لاعب وكمان وهو مدرب، علشان كده استحق إن يكون بطل قصتنا في ملوك الصلاة. عماد نصر حقق مع فريق الكرة الطايرة 12 بطولة، منها الدوري 8 مرات وكأس مصر 3 مرات والبطولة العربية للأندية، وشارك مع الزمالك في بطولة إفريقيا أبطال الدوري 6 مرات وبطولة إفريقيا أبطال الكؤوس 5 مرات، وكمان شارك في البطولة العربية 3 مرات. عماد نصر كان ليه مع منتخب مصر صولات وجولات، وشارك مع الفراعنة في بطولة البحر المتوسط وبطولة إفريقيا مرتين وتصفيات كأس العالم 3 مرات وتصفيات الأولمبياد البطولة العربية للمنتخبات. وبعد اعتزال اللاعب اتجه للتدريب، وقدر خلال 3 سنين كمدرب مساعد للمنتخب يفوز ببطولة إفريقيا، ده غير إنجازاته اللي حققها لما كان مدرب لفريق الطايرة بنادي الزمالك. عماد نصر واحد من نجوم الزمالك الكبار اللي حقق إنجازات كبيرة وكتب اسمه في قائمة الأبطال الحقيقيين اللي استحقوا إن يكونوا أبطال لقصة من قصص الأساطير في قلعة البطولات. بكده تكون خلصت أخبارنا، خلينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل ضيفنا كابتن عادل محمد علي نجم الزمالك السابق لكرة الطايرة، وحديث مطول يعني أكيد عن فريق الطايرة وعن المباراة اللي شغالة دلوقتي بالتأكيد، ولكن بعد الفاصل استنونا. لسه مكملين حلقتنا مع حضراتكم، منورني ومشرفني النهارده كابتن عادل محمد علي نجم الزمالك السابق لكره الطايره. منور الدنيا كابتن عادل. الله يخليك، انت منوره بيكي، ربنا يخليك. سعيده جدا بتواجدك معانا النهارده. سعيد اكتر والله، اشكرك. فريق الطايره يمكن انهى الدور التمهيدي بالعلامه الكامله، قدر انه يفوز في كل ماتشاته ويتصدر المجموعه، ولكن الدور الترتيبي حصل دروب كده فجاه، لقينا الفريق فاز في 3 ماتشات وخسر في 3 ماتشات. ايه اللي حصل من وجهه نظر حضرتك؟ انا طبعا شفت بعض الماتشات في الادوار الاولى والدور الترتيبي زي ما حضرتك بتقولي، بس انا شايف ان في جزء كبير قوي كان في عدم توفيق، يعني في ماتشات كتيره قوي خسرها الزمالك كانت عدم توفيق او باد لك في النقط الاخيره. انا شايف ان العناصر بتاعه الزمالك كلاعبين كويسين قوي قوي وقادرين على المنافسه طبعا. تدعيم الفريق بلاعب اجنبي لسه اول مباراه هيلعبها النهارده، ونتمنى ان طبعا يخرجوا من الفتره الاهتزاز في المستوى دي، لان العناصر كفيله انها تحقق احسن من كده كمان، وينسوا خالص الماتشات اللي هم خسروها. هم مستواهم احسن من كده بكتير وقادرين على المنافسه ان شاء الله السنه دي، وبوجود المحترف طبعا. في فرق كتيره بتلعب باثنين محترفين بالظبط، معظم الفرق بتلعب في دور الثمانيه ده كله بيلعبوا باثنين محترفين، احنا لسه جايبين محترف واحد هيلعب اول مره النهارده. انا شفت جزء من المباراه على فكره، يعني بداوا برضو في اهتزاز شويه في المستوى، اتمنى وعندي يقين يعني هم هيرجعوا للماتش وان شاء الله هيكسبوا النهارده وهيكسبوا بكره باذن الله. يا رب يا رب ان شاء الله. طيب كابتن عادل، فكره ان المحترف جاي في منتصف الموسم او في النهائيات، وحتى مش جاي عيني في منتصف الموسم، هو جاي على النهائيات، ده هيصعب المهمه عليه، ولا هو المحترف بيقدر يتاقلم مع اي ظروف وهيدخل في مود المباراه بحكم خبرتك؟ طبعا احنا ما نعرفش ايه اللي هيحصل. هو طبعا لو جه بدري شويه يبقى احسن اكيد، يعني اكيد لو حضر الماتشات الوديه وبدا مع الفريق المرحله الاولى، يعني الادوار التمهيديه دي بتبقى مهمه جدا ان هو ينسجم مع الفريق، وكان طبعا هتبقى احسن كتير قوي.
بس زي ما انت بتقول حضرتك المحترفين هو ممكن ينسجم بسرعه، بس محتاج هو اكيد طبعا على حسب السي في اللي انا شفته، ولعب في ايطاليا ولعب في دول الخليج ولعب في السعوديه ولعب في الامارات، يعني لعب السي في انا بصراحه ما شفتوش في الملعب، بس السي في بتاعه بيقول انه كويس، واتمنى ان هو ينسجم بسرعه. يعني الشويه اللي انا شفتهم من المباراه النهارده كان لسه ما انسجمش، كان في شويه اهتزاز في المستوى بالنسبه للعيبه كلها وخصوصا اللعيب الاجنبي. اتمنى يعدي المرحله دي بسرعه ويكون عنده القدره، لان الموضوع مش مستحمل مش مستحمل اي دروب تاني يعني. بالظبط، انت النهارده لو ما قدرتش ان انت تفوز على الاقل في ماتشين من الثلاثه انت هتبقى اوت يعني. بالظبط بالظبط، فالموضوع صعب. طيب الفريق ممكن يعني احنا طبعا انا قبل ما نطلع الفاصل كانت النتيجه في الشوط الاول 16 10 لسموحه، فيعني يا شباب لو توافونا بالنتيجه برضو، ففكره انه حتى لو الشوط الاول فيه مشكله نقدر نرجع للمباراه بعد كده. اكيد البولي بول يعني، وانا قلت لحضرتك البدايه بس هي كانت فيها اهتزاز شويه وعدم انسجام اللاعب الاجنبي، فانا اتفرجت بقول لحضرتك على بدايه الشوط الاول كان فيها اهتزاز، ودي مش معناها ان ده مستوى الزمالك، لا صحيح الزمالك احسن من كده بكتير، وانا عندي ثقه يعني ان هما ان شاء الله هيتخطوا المرحله دي او الاهتزاز ده وهيكسبوا المباراه وهيكسبوا بكره ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله. طيب الفريق يقدر يخرج من الاهتزاز ده ازاي، او الدروب اللي حصل ده ازاي، يقدروا يعملوا ايه، وهل الخبرات ليهم دور في المرحله دي، او هم ليهم الدور الاكبر في المرحله دي، ولا هو الموضوع منظومه كامله بالجهاز الفني باللعيبه بالخبرات؟ يعني حضرتك شايف مين عليه الدور الاكبر؟ زي ما ذكرت حضرتك هي منظومه كامله، اللعيبه بالخبرات بالجهاز الفني بالجهاز الاداري، كل واحد عليه مسؤولية، كل واحد عليه دور. لو كل واحد قام بالدور المنوط بيه أكيد هنعدي الكلام ده، وأنا شايفها هي مرحلة محتاجة إعداد نفسي أكتر منه إعداد مهاري أو بدني. يعني لازم يرجع الثقة للاعبين، ولازم يبث الحماس والروح العالية في نفوس اللعيبة، ويديهم قد إيه أهمية النقطة مش الشوط. يعني النقطة بتبقى مهمة جداً طبعا. وكان بيعلمونا دايما واحنا بنعلمه لاولادنا وللمدربين ان دايما اهم النقاط هي النقاط اللي جايه، مش مش اول نقاط في الشوط ولا اخر نقاط في الشوط، لا النقطه الجايه هي دي اهم نقطه في المباراه. لو كلهم طبعا الشوط الاول، يعني زمايلي طبعا في الاعداد بيقولوا لي ان الشوط الاول انتهى بنتيجه 1-0 لنادي سموحه. مش مشكله خالص. بالظبط. مشكله خالص. ان شاء الله يتداركوا الموقف دوت ان شاء الله، لسه في شوط تاني وتالت ولسه المباراه. انا شفنا المباراه اللي فاتت خلصت 3-2 يعني ما بين طلائع الجيش وبتروجيت. بالظبط بالظبط، احنا صحنا في ادوار نهائيه يعني، فوارد جدا المستويات متقاربه والفرقه كلها كويسه ووصلت لمستوى بعد الدور التمهيدي طبعا مستوى فني كويس قوي، فوارد يحصل كده. هل الفريق اتاثر بتغيير الاجهزه الفنيه، ولا هو دروب حصل يعني خلاص الماتشات الناس خسروا في الماتشات دي؟ يعني لو حضرتك تعدلي الاسباب اللي هي ممكن تكون هي اللي تسببت في هزيمه الفريق في الثلاث ماتشات في الدور الترتيبي، هتعدلي الاسباب ازاي؟ وهل تغيير الاجهزه الفنيه سبب من الاسباب؟ يعني هو اكيد طبعا سبب ده، بس انا في وجهه نظري مش سبب رئيسي يعني. زي ما قلت لحضرتك في جزء كبير منه سوء توفيق، عدم توفيق. يعني التوفيق وعدم التوفيق ده وارد جدا في الرياضه، وزي احنا شفنا في كره القدم الزمالك لعب في بطوله افريقيا ماتشين، وحتى الماتش الاخير دوت اللي اتلعب امبارح ضيع فرص كثيره جدا وفكر في العارضه وفي القائم وفي الاخر ما وصلش. يعني بعد لو كان كسب الماتشين دول كسب من الماتش بتاع الوداد، يعني الماتش حتى الماتش بتاع الوداد، فالتوفيق وعدم التوفيق وارد حتى في الكره الطايره وارد. طب طب ان شاء الله انا بقول لك عندي ثقه ان هم هيعدوا المرحله ديت وهيكسبوا النهارده وهيكسبوا بكره، وان شاء الله هيكملوا في الدوري.
شاء الله. طيب النتيجة لحد دلوقتي 5-2 لصالح نادي الزمالك، صح كده يا شباب؟ تمام. في الشوط الثاني قلت لحضرتك واري يعني ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. من وجهة نظر حضرتك الزمالك محتاج ايه عشان يرتب اوراقه في الفترة اللي جاية ويتدارك بقى الهزايم واللي حصل يعني؟ محتاج كل لاعب يعرف قد ايه أهمية الفانيلا وايه أهمية المباريات وأهمية كل نقطة، زي ما بقول لحضرتك مش أهمية كل شوط ولا كل مباراة، كل نقطة. طب بتلعب اسم فريق كبير، كيان كبير اسمه نادي الزمالك، ولازم تبذل كل جهد وكل طاقة، كل لاعب وكل مدرب وكل إداري، كل واحد لو قام بالدور المنوط بيه إن شاء الله هنعدي المرحلة دي، ده المطلوب. يعني بقول لحضرتك في عناصر، في عناصر دعمنا بمحترف، طبعا هو جه متأخر جدا، كان المفروض يبقى بدري شوية. انتوا مش ناقصكوا حاجة، انا في وجهة نظري فنيا مش ناقصكوا حاجة. طب ايه الحلول السريعة يا كابتن عادل؟ نعم. يعني دايما لما بيبقى عندنا أزمة او عندنا مشكلة بيبقى عندنا حاجتين بنفكر فيهم، حلول سريعة وحلول طويلة الأمد. احنا مش يعني مش هينفع نتكلم فيها دلوقتي لان احنا بنلعب في النهائيات، بس ايه الحلول السريعه اللي تخلي الدنيا تختلف شويه؟ انا قلت لحضرتك ان اللعيبه تتجمع على قلب رجل واحد، المدرب والاداري والجهاز الاداري والطبي لازم يرجع ثقه للاعبين. يعني هو اعداد نفسي اكتر منه بقى فني ومهاري، وطبعا الفني والمهاري مهم جدا جدا جدا. التحليلات اللي تمت والاخطاء اللي احنا وقعنا فيها، ليه خسرنا وليه بنخسر، والنقط اللي احنا الماتشات دي هتكون مفيده جدا جدا. ده مهمه بقى الفريق عمل التحليلي واكيد حلل الماتشات كلها اللي كسبنا فيها واللي خسرنا فيها، ولازم يقفوا عند النقاط. ليه احنا بنخسر الاشواط دي وليه الماتشات دي احنا، وبناء عليه بيصلح اخطائه الفنيه داخل الملعب، مع بس بقى الروح النفسيه والحماس، وان هو يخرجهم برده لانه قلت لك فيها نسبه كبيره قوي كان فيها سوء توفيق فعلا يعني. طيب المحترف الكوبي انا كنت عارفه ان هو بيلعب في مركز 4. أيوة. وكمان ممكن يلعب في مركز 2. تمام. النهارده هو حضرتك بتقولي انك شفت جزء من المباراه، كان بيلعب في 4 ولا 2؟ في 4. في 4. طيب احنا محتاجين ايه صفقات تانية لدعم الفريق في الفتره المقبله؟ والله انا زي ما قلت لك انا شايف في عناصر كويسه جدا يعني. انا يعني يمكن مركز 4، يمكن مركز 3 مليان محتاجين واحد يعني، لان مجدي كويس رغم ان سنه صغير، شبل كويس، محتاجين واحد بعد ما محسن مشي، يعني محتاجين واحد في مركز 3 ومركز 2، ومحتاجين واحد في مركز 2 يعني. في سيف هايل ولد كويس قوي، وهشام يسري الاثنين، هشام يسري وسيف عابد الاثنين كويسين جدا، بس انا صعب ان انا يبقى عندي اثنين بس في المركز يعني. بالظبط يعني هنفترض لا قدر الله لا قدر الله، بالظبط ده اللي انا بتكلم فيه، انت لازم يكون عندك اثنين موجودين في الاثنين، خاصه ان سيف يعني لسه طالع سنه صغير ولسه طالع ما شاء الله وعنده مقومات هايله. هشام ما شاء الله لعب كاس عالم ولعيب هايل وكل هايل. وعامل الماتشات هايل وهادي، ولعب الماتشات اللي فاتت في الدور الترتيبي كان عامل مستوى كويس جدا هايل. وسيف ممتاز بالظبط يعني، ولد صغير الاثنين ومن ناشئين انت محتاج معاهم حد. ايوه هنفترض لا قدر الله واحد فيهم مصاب او مريض، مثلا ما ينفعش نسجل في المباراه واحد، بالظبط لازم يبقى في اثنين، لازم. صحيح صحيح. طيب يبقى حضرتك شايف ان احنا محتاجين دعم في طبعا مركز 3 ومركز 2، بس طبعا اللائحه بتقول هم اثنين اجانب بس. انت جبت واحد يبقى ناقص واحد. ما تمام، واحد محلي واحد طبعا محلي، لو محلي يبقى خير وبركه طبعا. بالظبط، واحد محلي واحد بتكلمي على الفتره اللي جايه يعني. طبعا اكيد مش قادر اسالك قوي على فكره ايه رايك في المحترف، حضرتك اتفرجت على شوط او ما كملتش كمان الشوط. بالظبط نظلمه لو احنا حكمنا عليه دلوقتي يعني. تحكم عليه بعد قد ايه؟ بعد كام ماتش تاني؟ ماتشين ثلاثه بالكثير، ثلاث ماتشات اقدر احكم عليه. ثلاث ماتشات تقدر تحكم عليه اللي هم تقريبا ان شاء الله ماتشات سموحه نكون عدينا منها النص النهائي باذن الله. وطبعا فريق عمل التحليلي ده مهم جدا، لازم يحلل له كل الماتشات وهو اللي هيقول يعني. التحليل هو الفيصل، شاط كام كوره، جاب كام كوره صحيحه، جاب كوره خطا، استقبل كام كوره، عمل كام بلوك، الارسال نسبته قد ايه، كل ده
بتطلع اللعيب سهله جدا. ده مستوائي. صحيح صحيح. طيب هل دي المشاكل بس اللي بيعاني منها الفريق؟ فكره انه تغيير اجهزه فنيه، انه المحترف اللي اتاخر في انه جه، انه مثلا اقول ايه، اصلا انا ما بشوفش ان المستحقات الماليه المتاخره دي المفروض ان احنا نخسر بسببها. والله يعني مع احترامي وتقديري، انا اعتبر احنا بعيد كلنا، احنا متفرجين يعني. الخبرات مثلا ليهم دور المفروض يقوموا بيه اكبر من كده. اكيد اكيد. يعني هي دي الاسباب بس ولا حضرتك عندك اسباب تانية؟ بالنسبه لي انا مش، انا بقول لك زي ما انا متفرج يعني، بشوف الفرقه من بعيد، بتفرج عليها في التلفزيون في الماتشات، فبحكم عليها انا. يمكن في حاجات من جوه انا ما اعرفهاش، يمكن الناس القريبين قوي اللي هو جوه المطبخ زي ما بيقولوا هم اكيد ادرى، لكن احنا من بعيد انا مش شايف. انا شايف عناصر عارفها طبعا كويسه جدا، كعناصر كافراد، من النواحي الفنيه لا غبار، كل المراكز تقريبا. صحيح. صحيح. في بقول لك في اشواط خسروها بدلك سوء توفيق. المجموعه دي لا، مستواهم لازم يبقى احسن من كده. اسباب ممكن في حاجات داخليه بقى انا ما اعرفهاش. بصراحه عشان اكون صريح، ما انا بعيد يعني. انا متفرج بقى زي قاعد في المدرجات وبتفرج. صحيح. طيب يا ريت يا شباب لو توفونا بالنتيجه اول باول. يا ريت. طيب كام؟ 11-8 في الشوط الثاني لصالح نادي الزمالك لحد دلوقتي يعني. وطبعا نتيجه الاشواط 1-0 لسموحه، ولكن ان شاء الله الزمالك يقدر يخلص المباراه لصالحه باذن الله. طيب فريق السيدات محتاج ايه بقى؟ وليه خرج من الموسم بدون بطولات بعد ما كانوا بادئين بدايه كويسه جدا؟ يعني كانوا بادئين بدايه كويسه ولكن وبيكسبوا ماتشات ورا بعض، فجاه لقينا انه لا، يعني هم تقريبا خرجوا من كل البطولات. محتاج دعم. محتاج دعم على كل المستويات. على كل الدعم في العناصر المحليه يعني المصريه، ودعم بالمحترفين. لو احنا بنبص ان عايزين نحقق بطولات، لا محتاج. يعني في حاجات حصلت طبعا ما اعرفش مين السبب فيها، لما تتساب احسن من لاعبين، من احسن لاعبات مصر مجانا كده مفاجأة. وعلى فكره انا كنت موجود. ده امتى الكلام ده حصل؟ زينه لما راحت نادي الصيد. ده امتى الكلام ده حصل؟ الكلام ده حصل من 4 سنين أو 5 سنين. اعتقد 4 سنين. اعتقد يعني. 5 سنين. تمام. 2015 تقريبا. تروح نادي الصيد ازاي؟ دي حاجه غريبه جدا ده. ولما بنجيب لعيبه من بره ما بنجيبش لعيبه على نفس المستوى، مش مستوى نادي الزمالك. صحيح. على فكره هو الفريق عشان تكوني فريق بطولات ده طبيعي. يعني لو خلينا نبص النادي الاهلي، رغم ان انا ما بحبش اتكلم كده، بس ده المنافس. بص على فرقه النادي الاهلي اللي بتحقق بطولات كاس ودوري في سنين، بص عليها تكوينها. هتلاقي 70-80% لاعبات مستخدمين من الخارج، من بره، من بره النادي الاهلي. بس لاعبات سوبر بيلعبوا في المنتخبات وبيدافع فيهم مبالغ محترمه. زي فريده العسقلاني، ايا الشامي. محتاجين عيون كمان من اول تهاني تبص بالظبط، ومحتاجين عيون انها تبص بشكل كبير جدا على المواهب طبعا. ومش بس بلمهم وهم في الدرجه الاولى، لا انا محتاج عيون طبعا. تبص. أيوة. والكلام ده على فكره في كل الالعاب طبعا وفي كل المراحل. انا طبعا محتاج ان انا عندي عيون فكر يا كابتن على ايامكم كان طبعا. ناس يعني حضرتك اكيد مثلا حد شافك في المدرسه في الشارع. أيوة. في مش عارفه ايه ده اللي بنتكلم فيه. العيون دي اختفت بقى يا كابتن. انا دي الجزئيه الثانيه اللي عايز اتكلم عليها. يعني انا بتكلم على الاستخدام الخارجي. لازم يبقى ده موضوع حلقتنا في مره. لازم حد يروح قايل لي ايه، طب يا كابتن فين القطاع بتاع النشيل والناشئات بتاع النادي اللي هو كان بيطلع قوام 90-95% من قوام اي فريق بطولات في كل الالعاب زي ما حضرتك بتقولي، فولي، باسكت، يد، 90-95. فين ده؟ في خلل بقى.
في خلل فعلا. انا محتاجه ان انا من تحت من قاعده الناشئين ان يبقى عندي المدربين مش بس هو اللي موجود في النادي وخلاص. لا يبقى عندك عيون ان انت تروح المدارس وتروح وتروح الشوارع وتروح مراكز الشباب وتتفرج وتبدا تجيب بدل ما تروح تجيب لعيب وهو خلاص بقى في نادي في درجه اولى بملايين بالزبط. انت ممكن انت عينك تكتشف وهو لسه عنده 10 15 سنه عينك تكتشفه وتجيبه بمبلغ بسيط ويبقى ابن النادي ومتربي جوه النادي. انت كده لازم تبقى مدربه بقى. شفت بقى لازم تشتغل مدربه. بصراحه عندي يعني والدي ربنا يبارك في عمره والله كان لسه بيتكلم معايا في الموضوع ده قريب انه فعلا احنا محتاجين العيون الكشافه. أيوة. قال لي زمان كنا يعني أيوة. في الحواري والشوارع أيوة. ومراكز وهو الشباب. وهو على فكره الكابتن مصطفى اشتغل في قطاع الناشئين بالظبط وبيشتغل طول الوقت في ده وبيكلم طول الوقت في ده هو ومدربين كتير يعني اجيال عظيمه جدا بيكلموا فكره احنا يبقى عندنا عيون تنزل تبص على المدارس وعلى الحواري أيوة. وان هم طلعوا اساسا ابهاتنا واساطيرنا طلعوا بالطريقه دي بالزبط. حد شافهم بالزبط. في حاره وهم بيلعبوا في شارع بالزبط. في مركز شباب وبدل ما بندفع ملايين دلوقتي بقت اللعيبه بتجيبهم بارقام فده مهم جدا. لا في تقصير يعني. في تقصير في قطاع الناشئين كله والناشئات في تقصير. والله رساله لكل مدربينا محتاجين نتكلم محتاجين. في الموضوع ده محتاجين. رساله لكل مدربينا صحيح احنا ممكن ندعم بعنصر باثنين بثلاثه من بره اثنين طيب ال 18 بقى التانيين لازم يطلعوا كل سنه طلع واحد اتنين واحد اتنين واحد والله كانوا في كره القدم الموسم اللي فات كانوا بداوا يعملوا كده يمكن انا فاكره ان كابتن طارق يحيى واكيد اسماء كتير عشان ما انساش حد بس انا فاكره كابتن طارق يحيى لانه طبعا زميلنا في القناه كانوا بيلفوا المحافظات طبعا ويتفرجوا ويجيبوا لعيبه على الاقل انت بتوفر عليا موارد ماليه باهظه حاجات كتير قوي يعني. حاجات كتير قوي لازم زي ما حضرتك كده انا ممكن اخر جيل طلع من ناشئين نادي الزمالك هو محمد مجدي الجون واحمد فتح البصير وسيف عابد واشرف اللقاني ده كل على فكره كل دول ولاد النادي في فتره واحده لما طلعوا سنه 2014 2015 يعني هما احنا واحمد يوسف انا كنت شغال فيها احمد يوسف انت بتتكلم على اخر جيل لا اخر جيل اخر جيل الصغيرين تمام بعد دول بقى ورضا. يعني دولت كانوا قولي لعبوا 2017 2018 لما كنت انا شغال من 2011 ل 2014 دول كانوا بيلعبوا في تحت 17 وتحت 15 وتحت 19 بعد الجيل ده ما طلعش حد صحيح يعني صحيح. الخمس سنين دول اللي فاتوا ولا لاعب طلع من القطاع حتى للاسف راحوا جابوا لعيبه يدعموا بيها القطاع بمبالغ كبيره وما كملتش فريق اول ودي صحيح. لازم اذكرها في لاعب بعد اذنك يعني اسمه جورج جبناه من نادي الشمس بمبلغ وقدره 750,000 جنيه تقريبا وعقده 150,000 جنيه عشان انا جايبه وهو صغير تحت 17 سنه عشان يلعب فريق الاول طبعا قصير لا يصلح يا دوبك لعب ال 17 وال 19 وبعدين ما ينفعش خالص بعد مشي خسرت مليون جنيه في لاعب تحت 17 سنه وما لعبش فريق اول مين المسؤول عن الكلام ده؟ مين المسؤول زي ما بتقول حضرتك اجيب في الصغيرين ويتربوا عندي في النادي صحيح عنده 13 14 15 مهم جدا ان مفيش يبقى لا عندنا فيه. طبعا فيه. مهم عندنا ان يبقى عندنا عيون كاشفه لانك بتيجي بقى في الدرجه الاولى تثقل هذه الخامات يعني انت كمان بتيجي في الدرجه الاولى الاداره ما بتستخسرش بس ايه بتبقى الفكره ايه بقى؟ السوق مقفول يعني كل واحد برستق لعيبته ومسجلهم فهو اوريدي سوق الانتقالات مقفول فانت النهارده بيبقى عندك مشكله كبيره جدا ان انا طب ليه اللعيبه دي انا ما اكتشفتهاش وهو اصغر شويه ليه ما عنديش مدربين عيون كشافه يبص على انا ما اعملش انا اللعيبه بالظبط وزي زي ما طول عمرنا بيحصل في نادي الزمالك صحيح مصنع ابطال في كل صحيح. الالعاب صحيح. فين المصنع ده؟ عندنا لعيبة كتير جدا جدا يعني مثلا عندك حسين زكي حسن يسري في الهندبول ريشة لعيبة انت لو حبيت تعدي اسماء كبيرة جدا كتب. مدربين اكتشفوهم من خلال بطولات شتوية بطولات صيفية في المرتبط مش يعني اكتشفوهم هو في مراكز الشباب في مراكز الشباب هو بيتفرج عليه اكتشفوهم وجابوهم محتاجين نرجع للمرحلة دي تاني ونهتم بيه كويس لانك بتيجي في الطايره والسله يقول لك سوق الانتقالات مقفول اصل سوق الانتقالات ما هو خلاص ما انت كل نادي عنده شويه لعيبه قافل عليهم خلاص كابتن نهيره انا رايي طول عمري
الزمالك والاهلي والانديه الجماهيريه الكبيره دي المفروض ما تشتريش، المفروض تبيع. صحيح. المفروض انا هاخد كفايتي والفوق بعد ما اسجل يعني القايمه ابيع كمان واستفاد. وده يبقى طالع لي مثلا يعني مثلا زي فريق المرتبط مثلا، فريق المرتبط او فريق الشباب المفروض ان انا يبقى كله على الفرازه. طبعا. كله متربي على انه بيدخل يجيب بطولات. مفيد. كله متربي على فكره ثقافه الفوز وثقافه البطل. أيوة. انت ابن نادي الزمالك، فبالتالي انا باخد بقى بالاربعه والخمسه والسته والباقي ابدا اوديه للانديه واللي ابقى شايف فيه امل اطلعه اعاره واستفاد كمان واستفاد. وعايز اقول لك انه انديه بتلاقيها يعني والله يا كابتن بينافسوا على بطولات عشان معاهم ولاد نادي الزمالك. ايوه. عشان معاهم ولاد. أيوة. نادي جماهيري بيلعب على بطوله. فهي الفكره في كده ان احنا بقينا محتاجين بشكل كبير جدا ان احنا يبقى عندنا المدربين في عيون كشافه ينزل مراكز الشباب وينزل وينزل، علشان انا ما بقاش الفريق المرتبط ده بعد ما اصرف عليه كل المصاريف. صحيح. دي من هو صغير يطلع لي منه لاعب كل سنه يجي لي منه لاعب وساعات ما باخدش من الفريق. فدي مشكله طبعا وبتخلي النادي والادارات بترهقهم ماديا. أكيد. انه مضطر يجيب بفلوس كبيره جدا لعيبه للاسف. طيب الفريق محتاج احلال وتجديد ولا صفقات بس؟ السيدات. طايرة. السيدات. طبعا. طبعا محتاج نظره زي ما قلنا دلوقتي لقطاع الشابات والناشئات. يعني انت شايف ان فريق الدرجه الاولى محتاج احلال وتجديد؟ طبعا. اكيد ده بكل امانه يعني. لازم يعني هم غيروا عليهم ثلاث اجهزه او اربع اجهزه فنيه خلال الموسم وكان نفس المشكله موجود. ما انا قلت لحضرتك بقى لعيبه كويسه بتمشي وبروح اجيب لعيبه اسيب الخبرات مثلا واسيب متوسط اعمار واطلع الصغيرين يلعبوا. كان بيطلع لعيبه كويسه جدا جدا. وعيد دلوقتي عشان اكون يعني امين. في اهتمام وفي فلوس كويسه وفي عقود كويسه بتدفع في المقابل. لازم يبقى في شغل كويس في القطاع. نبعد عن مجاملات شويه. صحيح. مجاملات في كل حاجه بقى. في اختيار المدربين، في اختيار الناس المسؤوله فنيا عن المدربين دي، في اختيار اللاعبات. مش هجامل ولي امر عشان بنتها عشان علاقتها بفلان لازم تلعب ولازم تتسجل. الكلام ده لازم نتخطاه عشان ده الزمالك، عشان ده النتائج. صحيح. ولازم زي ما بقول لك اعاده والاداره هتدعمك طول الوقت لو شايفاك ان انت بجد بتحقق نتائج وان انت في مرحله الفلتره دي بتجيب لي نتائج وبتفرز لي لعيبه. اكيد الاداره هتدعمك بشكل كبير. هنتكلم مش على مستوى الفريق الاول كمان، مستوى الشباب والناشئات عشان ده اللي بيغذي النجاح. الفريق الاول النجاح يا كابتن عادل، واكيد حضرتك هتأيدني في الكلام ده. النجاح ما بيبداش من الدرجه الاولى، النجاح بيبدا من تحت. طبعا. من الاكاديميات. طبعا. مش من قطاع الناشئين بس، الاكاديميات تحت. اصل الدرجه الاولى كده مش ابن بيتولد فجاه كده يبقى كبير. لا طبعا. لا طبعا عشان تستمر في نجاحك. أيوة. ويبقى عندك استمراريه في النجاح. هو هيكبر كده لوحده يبقى ممتاز. بيبدا من الاكاديميات وقطاع الناشئين. هنتكلم اكتر بس يا شباب وفونا بالنتيجه كده قبل ما نطلع فاصل. لو سمحتوا. 22-15 في الشوط الثاني لصالح نادي الزمالك، والشوط الاول كان انتهى بنتيجه 1-0 لنادي اسموحه، ولكن ما شاء الله. بالظبط ما شاء الله الفريق في الشوط الثاني النتيجه 22-15 ان شاء الله يقدروا يفوزوا بالمباراه. 23 كمان اهو بوفيكوا قبل ما نطلع الفاصل على طول. هنروح لفاصل سريع وبعد فاصل مكملين كلامنا مع كابتن عادل محمد علي نجم الزمالك السابق لكره الطايره. استنونا بعد الفاصل. الزمالك قدر انه ينهي الشوط الثاني لصالحه وكده النتيجه 1-1 في الاصوات لصالح نادي الزمالك، يعني مش لصالح نادي الزمالك، ان شاء الله المباراه تكون لصالح نادي الزمالك، التمنيات دايما بتظهر بالتاكيد. طيب خلينا نروح لمنتخب مصر يا كابتن عادل وقول لي شايف منتخب مصر ازاي؟ يعني خلاص الاتحاد المصري لكره الطايره برئاسه المهندس ياسر قمر خلاص بيحطوا الرتوش النهائيه للمدير الفني البرازيلي اللي هيتم التعاقد معاه. هل المدير الفني بس هو اللي هيخلينا ان شاء الله نرجع تاني على عرش افريقيا ومنه للعالميه لكاس العالم ومنه ان شاء الله للاولمبياد، ولا احنا محتاجين ايه اكتر من كده؟ لا محتاجين حاجات تانيه طبعا مش المدرب بس. وطبعا انا شايف ان الاتحاد الحالي بيسعى
يعني بيعمل شغل كويس قوي 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 قوي، والشغل في الاتحاد على قدم وساق زي ما بيقولوا. الاتحاد من اول ما مسكوا المجموعه دي المهندس ياسر قمر وحمزه مع الحفاظ بالالقاب طبعا، عايده اسماعيل، عمرو مخلوف، مجموعه ممتازه وفعلا بيشتغلوا زي ما اقول لك بايديهم واسنانهم زي ما بيقولوا. اولا انتهوا بتشكيل اللجان المسابقات، طبعا هم جم كان كل الاتحاد بدات المسابقات يعني في شهر 11 كانوا متاخرين شويه، فهم بيسابقوا الزمن في هذا، وفعلا بداوا يحطوا مسابقات زي ما انت شايفه. اول مره نلعب بنظام البلاي اوف دوت بالطريقه دي، ودي هتفيد اللعيبه دي اكيد، تكسر كمان الملل يعني. اللعيبه بتاعه المنتخب هتستفيد تلعب اكتر يعني، كل ما بتطلعي في الدرجات الاعلى يعني زي دلوقتي في دور الثمانيه دول احسن 8 فرق، فلما بتلعب 3 ماتشات غير لما بلعب ماتش واحد. صحيح. وحتى في دور الاربعه هيحصل نفس القصه. بيبقى الفرص اكبر. الاحتكاك اكتر، فانت بتستفيد كلاعب منتخب بتستفيد. طب دي حاجه. حاجه ثانيه طبعا الاتحاد اول حاجه عملها، واحنا كان عندنا اجتماع امبارح، شكل لجنه لاختيار المنتخبات، ما شرفت انا عضو فيها برئاسه الكابتن هشام بدراوي، ومعانا شريف عبد الوهاب وكابتن عصام عبد المعطي، ودي اتشكلت من 10 ايام بس. وكان عندنا اجتماع امبارح وانا سمعت كلام المهندس ياسر قمر، انا فعلا كنت مبسوط جدا جدا جدا. حاجات اللي كنا بنحلم بيها زي ايه؟ سنوات زي يا جماعه احنا لازم نهتم بقى بالقطاع الصغير بالمنتخبات. اهم حاجه عنده كان في وبيأكد عليها طبعا العناصر البدنيه نمره واحد بالنسبه للناشئين والناشئات. احنا عندنا ناشئين وناشئات وشباب وبعدين فريق اول. صحيح. وزي ما قلت دلوقتي لازم نبدا من هنا زي ما بنقف في الانديه زي ما نفس الشيء بالمنتخبات، عشان بعد منتخب قوي لازم ابدا من هنا. صح. لازم ابدا من الناشئين والناشئات. حسن الاختيار بالنسبه للعناصر البدنيه والفنيه، وبعد كده ازاي هعدهم بقى، ازاي همرنهم، وازاي هعمل لهم برامج. انا سمعت كلام المهندس ياسر قمر بصراحه اثلج صدري. كنت مبسوط جدا جدا. وان شاء الله احنا عندنا اول تجمع الجمعه والسبت الجايين بالنسبه للناشئين والناشئات، عشان نختار 30 لاعب و30 لاعبه، لان احنا مطالبين في شهر 5 في تصفيات المنطقه الخامسه، في بطوله افريقيا ناشئين وناشئات وشابات وشباب في شهر 7. يعني تصفيات المنطقه الخامسه دي اللي هتأهل للامم الافريقيه وافريقيا اللي هي في نهايه شهر 7 او شهر 8 او نهايه 8 او 9. فان شاء الله احنا طبعا احنا كنا بدانا نلف على الماتشات ونتفرج، بس عشان الوقت فقلنا لا احنا هنجيبهم كلهم ونختار على مواصفات بدنيه الاول، وبعدين نشوفهم، لان الاتحاد الافريقي مستعجل قوي ان هو عايز الاسماء. احنا هنختار 30 و30، وبعدين هنشوفهم بقى في الماتشات اللي هي حاليا الماتشات قائمه اللي هي دور الوعب هي اللي بطولات الجمهوريه بالنسبه لمراحل 15 و17 و19 في الاولاد، و14 و16 و18 في البنات. فاحنا هنتفرج على كل الماتشات، واحنا بنوزع نفسنا على كل الماتشات الموجوده يعني. صحيح. كلجنه. وطبعا دي حاجه مستحدثه جميله جدا ان يبقى في لجنه لاختيار لعيب المنتخبات. وان شاء الله ربنا يوفق ويوفق الاتحاد ده زي ما انا شايف كده عايزين يعملوا حاجه. المطلوب منه ايه؟ المطلوب من الاتحاد علشان يعيد هيبه منتخب مصر من جديد ويكون على عرش البطولات الافريقيه، لانه منها لبطولات العالم ومنها للاولمبياد اللي احنا ما فيش مره بنروح 2 اولمبياد ورا بعض، فدي مشكله. ايه اللي مطلوب منهم تحديداً؟ يعني لو حضرتك تعدها لي نقاط يعني. نقاط. واحد، اختيار جهاز فني محترم. هم يعني خلاص بيحطوا الرتوش النهائيه في القصه دي. ده بالنسبه للمدير الفني، ده جهاز، في جهاز. الجهاز مش مدرب. طب مدير فني لا، المساعدين. جهاز معاون. جهاز التحليل تقني. لازم تختار جهاز فني على مستوى عالي عشان يقدروا يختاروا لعيبه. ونفسي وتغذيه، لازم اهتم بكل الجوانب. يبقى تختار جهاز فني على مستوى كويس. نمره 2، توفر الوقت عشان الناس دي تعرف تشتغل مع اللعيبه دي برامج مظبوط. انت حضرتك لما تيجي تحط المسابقات لازم توفر الوقت للجهاز الفني بتاع المنتخبات عشان ينفذ برامجه.
نمره ثلاثه توفر لهم المباريات الوديه للاحتكاك منتخبات بدون احتكاك مش هنعمل حاجه خالص. طيب ده اللي مطلوب من الاتحاد، توفر الموارد الماليه للصرف على الثلاث حاجات دول. طب ده اللي مطلوب من الاتحاد. طيب النهارده بطوله العالم هتكون في شهر 7 ان شاء الله، والمدير الفني هيجي على اول شهر 4، ده وقت كافي يقدر الراجل يشتغل فيه طبعا علشان اعداد المنتخب لبطوله العالم اللي هتكون في شهر 7. هو طبعا هو احنا مش هدفنا بطوله العالم، احنا هدفنا يبقى عندنا منتخب قوي. طبعا يا ريت بقى للبطولات الافريقيه القادمه وامم افريقيا، ده بيبقى الهدف الاكبر يعني. بطولات العالم ما احنا عشان احنا في الكره الطايره يعني اقصى طموحنا في بطولات العالم، وبقولها بكل بصراحه ان احنا نظهر بمظهر كويس ان شاء الله. كل يعني التوفيق نطلع بطولات العالم سوري يعني ننافس على بطوله العالم عشان نبقى واقعيين. لا طبعا يعني. لا طبعا لا طبعا احنا نعد بقى منتخب كويس، ولكن المهم البطولات القاريه صحيح القادمه عشان نرجع زي ما انت قلت في البدايه نتساعد افريقيا زي ما كنا طول عمرنا ان شاء الله. احنا بعدنا بقى لنا 7 سنين صح، وده عيب. طب كابتن عايد نورتني وشرفتني، كنت سعيده جدا جدا بوجودك معايا النهارده، وان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك النهارده في مباراته امام سموحه. ممكن اعرف النتيجه وهقولها حالا لنادي الزمالك باذن الله امام سموحه وكمان لمنتخبنا الوطني. النتيجه لحد دلوقتي 7-5 لصالح نادي سموحه في الشوط الثالث. كل التوفيق لنادي الزمالك، ان شاء الله تكون انتفاضه لرجالتنا النهارده ويقدروا يفوزوا بالمباراه النهارده وبالماتشين المقبلين، او على الاقل الماتش اللي جاي باذن الله، ويحسمها في اول ماتشين نادي الزمالك ويتاهل مباشره للنصف النهائي. كل التوفيق ليهم ان شاء الله. دي كانت حلقتنا من ملوك الصالات، استنونا بكره وحلقه جديده من ملوك الصالات في نفس الميعاد. سلام عليكم.